يحرر ميناء سبتة، وكان ميناء قويا محصنا، وعلى رأسه يوليان أو جوليان من قبل القوط، وكان على علاقة قوية بملك القوط في الأندلس وهو غيطشة، الذي انقلب عليه لوذريق أو رودريك. لوذريق ده الاسم العربي، ورودريك الاسم الغربي. انقلب عليه لوذريك واستطاع أن يصل إلى الحكم، فكان حاكم ميناء سبتة على علاقة وثيقة وصداقة متينة مع غيطشة اللي هو الملك السر. فلما انقلب عليه لوذريق، فهذا أدى إلى وجود جفوة ما بين يوليان أو جوليان وبين لوذريق، لأنه انقلب على صديقه. فلكن هذه الجفوة ستؤدي بعد ذلك إلى نتائج وإلى ثمار، خاصة عندما يرسل أبناء غيطشة الملك السابق إلى يوليان إلى صديقه المقرب من أجل أن يعينهم على القضاء على لوذريق.